بسم الله الرحمن الرحيم. أول حلقة في 6 على 6. 6 على 6 هي رسالة لكل بيت، 6 على 6 هي رسالة لكل فرد في المجتمع. 6 على 6 بيقول لحضرتك إن عينك أمانة، عينك لازم تحافظ عليها. إزاي تقدر تحافظ على نظرك؟ إزاي تقدر تختار نظارتك؟ إزاي تقدر تختار العدسة بتاعتك؟ تختار المكان اللي تقدر اللي انت تتعامل معاه. اي مشكلة بتحصل لي في نظري او اي مشكلة بتحصل في العين، ايه سببها، ايه اللي بيحصل لي، لازم كل الامور دي تبقى واضحة بالنسبة لي مع ناس متخصصة، ناس فاهمة في المجال البصري، دكاترة متخصصين، اماكن متخصصة. هوصل لحضرتك كل الفكرة، هوصل لحضرتك كل المعلومة بكل بساطة، وحضرتك هتقدر اللي انت يتشرح لك كل الأمور وانت في مكانك. سعيد بالبرنامج وسعيد ان انا معايا أستاذ سيد صديقي في البرنامج، وأول حلقة وان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم حبايبي الأعزاء ومتابعينا الكرام في أول حلقة من برنامج 6 على 6 على قناة الصحة والجمال. الفكرة جميلة وعجبتني من الأستاذ أحمد، يعني لما عرض عليا، وحبيت إن أنا فعلا أبقى إعلامي وأظهر مهنة العيون والطب والنظارات والحاجات اللي بتهم كل الناس بصحة العين. وبرنامج الصحة والجمال هو موضوع إن عايزين نهتم بصحة عينينا، دي نمرة واحد في الأساس، وعايزين نهتموا بجمال عينينا، فاحنا هنربطوا الاتنين ببعض كده هوت، بحيث ان احنا نبقوا نوعي العميل تختار انه تختار الصحة والجمال مع بعض، ولا تختار الصحة لوحدها والجمال لوحدها. هنكونوا حياديين جدا، هنقول الحقائق كلها بلا تزييف، هنفهم الناس كلها المعاني اللي هي الغامضة عليهم اللي مش فاهمينها. هنوعي الناس من خلال، مش من خلالنا احنا، من خلال ناس استشاريين، من خلال بصريين، من خلال اطباء رمد، من خلال متخصصين في المهنه. العيون وصحه العيون تعتبر الحاجه الوحيده اللي الناس كلها يعني مش مهتمه بيها، يعني بتوع البشره شغالين ما شاء الله، بتوع التجميل، بتوع التخسيس، انما المجال بتاعنا متخصص احنا ما لقيناش. فانا شفت ان الفكره دي فكره جديده جدا، بحيث ان احنا نظهر للعالم والناس كلها ونقول احنا عندنا ايه، احنا عايزين نرتقي بايه، احنا هدفنا ايه من خلال برنامج الجميل ده 6 على 6. واتمنى ان هو يكون حاجه جميله ويليق بيكم ويليق بينا، ومتشكرين يا استاذ احمد على الدعوه الجميله ديت، يعني ان شاء الله نبقى مع بعض ان شاء الله على طول. هنتابع الموضه كمان، وهنتابع التطوير في مجال النظارات، وازاي اقدر ان انا اختار نظاره على شكل مناسب على شكل الوجه، سواء ست او راجل او طفل. ازاي اقدر ان انا اتابع النظارات اللي هي الشمسيه واخر موضه بتنزل فيها مع العدسات اللي هي اللاصقه كمان، وهل في ارتباط ما بين النظاره الشمسيه والعدسات اللاصقه والمكياج، الحاجات دي كلها هيبقى فيها علاقه كامله ببعض، لان تعتبر من احدث الموديلات واحدث الحاجات دي، بتتوافى مع الموضه ومع الاشكال اللي هي المترقبه اللي هي بتنزل السوق اول باول. زي ما اخويا احمد برضو بيقول، طبعا الموضه دي مهمه جدا، والستايلات دي ما شاء الله يعني شغل الراي العام كله. احنا هنا هيبقى جانب الموضه والجديد، بس الجانب الاهم العنايه. احنا مهتمين جدا بعينيك، مهتمين جدا نفهمك ونوعيك ازاي تختار نظارتك، ازاي تقول انا موافق على العمليه ديت ولا مش موافق على العمليه ديت. محتاجين ان احنا نفهمك ايه احدث حاجه وصلت، عشان ما تروحش ما تعرفش ويتعرض عليك ازاي وما تفهمش توعية العميل ازاي. انا من خلال هنا عندك مشاكلك هتحلها، هنستقبل الشكاوي بتاعتكم كلها، هنستقبل مداخلاتكم، هنستضيف اطباء رمد تكلموهم عن مشاكلكم وحلولها ازاي. عندنا حالات كتيرة جدا، وعندنا شركات كتيرة جدا مهتمية بيكم. هنظهر كل دوت هيطفو على السطح ان شاء الله،
بحيث ان انت تبقى تطلع من البرنامج دوت بنقاط مهمة ومستفيدة لك، بحيث انت تبقى متابعنا ومشرفنا، ولقاءاتنا هتبقى ممتعة ان شاء الله، وفي جديد دايما في كل حاجة ان شاء الله. اوقات مع صديق شخصي بسأل نفسي اقدر اعمل عملية ليزك ولا لا، اقدر اعمل تصحيح نظر ولا لا، مش حابب شكل النظارة، حابب اللي انا ما اقدرش اللي انا اخرج بيها، او في ناس بتتحرج ان هي تخرج بالنظارة، فاقدر اللي انا اعمل عملية ليزك ولا لا. بلاقي صاحبي مرة واحدة قلب عالم فيزياء يقول لي صديق شخصي عملها وحصل في تأثير في النظر، صديق شخصي عملها وحصل مشكلة. الامور في العمليات بالذات ما بتقص عن طريق ليها مقاييس طبية، ليها مقاييس ومعايير طبية مش أي حد يقدر يحددها. في ناس ينفع معاهم عمليات، في ناس ما ينفعش معاهم. الأمور دي كلها ما ينفعش تبنى على آراء شخصية. في ولا اجتهادات، ولا تمام اسال صديق، احنا مش هناكله فاكهه ولا حاجه، دي طب وعينين، واحنا مش بنشتغل في اي حاجه، احنا بنشتغل في الجوهره بتاعت الانسان. ده لازم قرارك يبقى سليم، واحنا من هنا هنساعدك في قرارك. وبما ان المشاهدين صح وجمال اغلبيتهم نساء، فهنساعدك في اتخاذ قرارك، وهنساعدك ان ازاي تكتشفي عند ابنك اذا كان هو محتاج نظاره ولا لا، ازاي لو عنده مشكلة حول تحليها ازاي، ايه لو حد عنده مشاكل عويصة في عينيه، هتلاقي الدنيا هنا ان شاء الله واضحة وسهلة، وكل حاجة ان شاء الله متاحة بين الاستشاريين والناس اللي احنا هنستضيفهم. الموضوع جايين لكم انتوا، جايين نفهمكم وجايين نوعيكم بمجال مبهوم، مجال محدش تطرقه، كلنا اشتغلنا في الطبيخ واشتغلنا الا العين، مع انها هي اغلى حاجة عند الناس. احنا هنا جايين برسالة وهدف ان احنا نطلع من لقاءاتنا كلها ان الناس تبقى مستفيدة في البرنامج بتاعتنا ان شاء الله. بالذات ابني وابن حضرتك لما باجي بيحصل له مشكلة في النظر وبيلبس النظارة الطبية، لو حصل فيها اي مشكلة او بيبقى فيه مشكلة في العدسات او في الكشف، الطفل عموما ما يقدرش اللي هو يوصف اي مشكله في العين، او لو لبس النظاره فيها مشكله او في عيوب في العدسه نفسها. أيوه. مش هيقدر السيد اللي هو يوضح او هو مشتكي من ايه أكيد، او الكلام ده اكيد كله، ممكن اكيد يحصل له تاثير اكيد انا ما بقاش مدرك التاثير. يعني انا ببقى حاسس ان انا عملت الواجب اللي عليا، اللي انا عملت النظاره، عملت له الكشف وعملت له النظاره ونفذتها فقط لا غير. طبعا هيبقى في ارشادات لكل حاجه، ارشادات ازاي تعملي طفلك، ارشادات امتى تروحي، كل فتره قد ايه تروحي تعملي متابعه مع الدكتور، ازاي وتحافظي على النظاره وهي معاه. يعني الموضوع، ممكن وانت وهو استلم وعمل الكشف وكل حاجه بيلبس النظاره بطريقه خاطئه، فممكن يحصل له مضاعفات اكتر. طب لا، انت ممكن عندك مشكله ومش عارفاها، احنا نقدر نحلها لك ان شاء الله كده، بس بالمتابعه يعني هتتابعينا ان شاء الله، وهيبقى في متابعه تانية. تاني حاجه ان احنا عايزين نبرز حاجه بقى مهمه جدا، زي ما بنسمع صديق ام دي النظارات كلها مش اصليه، العدسات مش عارف ايه، احنا هنا جايين نفهموكوا ونوعيكوا ان الشركات اللي موجوده وازاي تشتروا من الاماكن المتخصصه، الناس اللي فاهمه، الناس اللي عارفه يعني ايه حفاظ على النظر، الناس اللي دارسه، مش بس خبره ولا هو اشتغل، لا ده دارس في المجال وتعمق فيه، بحيث ان هو يبقى عنده امانه، العين دي امانه، فهو بيخرج احلى منتج بصري عشان يستفيد بيها، بحيث ان مفيش الملي متر في الجهاز البصري اللي احنا اللي بنصنعوه ده بيعمل مشكله. فاحنا جايين هنا ان شاء الله للتوعيه، وتستفيدوا مننا ان شاء الله. كادر البصريات على مستوى العالم كله وعلى مستوى الدول العربيه وعلى مستوى العالم كادر مهم جدا، بيخدم قطيع كامل من الافراد. في ناس متخصصة، في ناس خريجين على مستوى عالي جدا، متصنفة المهنة فيها تدريج عالي على أعلى مستوى، في من حيث التدريس، من حيث الخبرة فيها. هننقل كل الأمور ديت بحيث إن اللي يقدر يخدم حضرتك فيها ناس فعلا متخصصة في المهنة، ناس هتقدر توصل لك الخدمة بشكل جيد. هنوصل لإخواتنا الأخصائيين على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي كله،
احنا معاك وصوتك برضه هيوصل معانا، وهنقدر ان احنا نوصل لك في اي مكان ونوصل صوتك ونوصل خدمتك برضه بره البلد. بتقدر ان انت تخدم بلدك بصوره جيده ازاي في المهنه ديت، لان احنا في وضع جميل وكادر جميل جدا. تمام. احنا اصلا بالنسبه نفهمك ان الموضوع بيتدرج، انت بتبقى حاصل ثانوي او حاصله وتخش معهد بصريات بتدرس العلم دوت، او بتخش كليه بصريات متخصصه، او دلوقتي كليه العلوم الطبيه اللي بتخرج اكفاء. كل ده هنعمل سبوت عليه عشان نفهمك ان الموضوع بعلم وبدراسه. هنفهمك ان الدراسه دي مهمه جدا ولها سوق عمل خارجي بره جدا. هنشرح السوق العمل دوت ازاي نقننه، ازاي ان في قوانين، ازاي العقود ديت تمارس. هنستضيف شركات تقول لنا ايه الاخطاء اللي بتتم مع الشباب وان هم بيبقوا تعبانين في الخارج. هنتطرق للمشاكل كلها بتاعت الشباب البصري، هناخد بايديهم، هنفهمهم ان انت في ايدك مهنه ثمينه وواعده، حرام نهدرها بالشكل دوت. هي راقية واحنا ان شاء الله هنرتقي اليها، وهنقول بدل ما نقول احنا زي اصل في الدولة كذا بتتعامل، لا والله احنا ممكن بالبرنامج البسيط دوت بدعمكم بمشاهدة لكم هنقدر ان شاء الله نعمل حاجة، وانا عندي يقين وايمان بالموضوع دوت ومتابعتكم. كل التطوير في المهنة ديت موجود، الشركات العالمية كلها موجودة، كل التقنيات موجودة ومتوفرة. الفكرة بس ان انا اقدر ان انا اوصل لك كل التطوير اللي بيحصل عالميا وكل الموديلات الجديدة اللي بتنزل اول باول، العدسات التطوير اللي هو بيحصل فيها. انا كشخص لو حصل لي مشكلة في النظر، ايه العدسة المناسبة بالنسبة لي او طبيعة شغلي تناسب طبيعة شغلي تناسب حياتي اليومية، اللي اقدر اللي انا اوفره ليك عشان خاطر تلبس نظاره مناسبه من حيث العدسات. النظاره الشمسيه كمان يا استاذ سيد بتبقى اختيارها مهم جدا. تمام. من حيث المكان، من حيث طبقات الحمايه اللي بتبقى موجوده فيها. هي ما بقتش نظاره المنظر او العياقه او الكلام ده، لا النظاره الشمسيه هي نظاره طبيه، هي اصلا بتحميك من اليو في والالترا فايلوت بتاع اشعه الشمس، فاختيارها لازم يكون اختيار موفق ولازم يكون من اماكن مدعمه للاختيار ديت تخاف على عينيك، لان لو اخترت غير كده بتؤدي لطريقه سلبيه وان هي ممكن تضر العين وتاثر في قرحه العين والشبكيه. مظبوط. وهنقدر برضو اللي احنا نوفر مع الشكل الجمالي الحاجات اللي هي الطبيه اللي انا محتاجها. تمام. ابتدينا حلقتنا النهارده بحاجه قويه جدا باستضافه استاذ سامي منظور، مستشار العدسات الطبية والتدريب الفني وتطوير أعمال البصريات على مستوى الشرق الأوسط. ديك هتبقى بداية قوية لينا من حيث المجال ومن حيث حضرتك كمواطن يوصل لك فكرة عموما عن المجال بتاعنا وعلى إزاي أقدر أخدم حضرتك في حاجة زي كده. طبعا هنتحول أنا أستاذ سيد مع أستاذ سامي طبعا كمذيعين فقط خارج المجال خالص. أيوة. وهنسيب له هو كل حاجة هيقدر اللي هو يشرحها. بس احنا في كل حواراتنا محايدين، في كل حواراتنا عايزين نظهر الحقيقة بس. مزبوط. فعشان كده بدأنا بمستر سامي القيمة وقامة في علم البصريات وتجارب وخبرة رائعة. انا شخصيا سعيد جدا جدا باللقاء معاه، وده دفعة قوية منه ويشرفنا، ونتمنى ان احنا نكون نقدم لقاء جيد معاه ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم مع استاذ سامي، وان شاء الله يبقى لقاء جيد جدا. فاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني. قبل الهوا كنت محتار انا واستاذ سيد مع بعض بنقول المقابله دي هنعملها ازاي. لا دي مقابله شيقه، يعني انا سعيد بيها، وعارف ان استاذ سامي هياخد الهواء مننا كله واحنا مش هنلاقي اكسجين، فده انا فرحان جدا بالمقابله دي ان شاء الله. هو على قد العلم اللي خدناه من استاذ سامي، بس النهارده برضه هنقعد قدامه هناخد علم اكبر من كده. استاذ سامي ازي حضرتك؟ فين اخبار حضرتك؟ ان شاء الله الحمد لله. الاول استاذ سامي انا عايز اقول لك متشكرين على قبول الدعوه لنا وحضورك معانا والدعم بتاع حضرتك،
وانا شايف ان قبول دعوتك لنا انت بتقدم رسالة او بتوجه رسالة لكل العاملين معانا ان الموضوع مش شرط يبقى بيزنس. فممكن تشرح لنا يعني اول ما قلت لك قلت لي تحت امرك على طول كده، انا ما كنتش متوقع، ممكن تشرح لنا بعد اذنك؟ هو في البداية انا لما حضرتك كلمتني في التليفون، فكوني ان انا يعني يتوافق اسمي جنب اسمك ده شرف لنا فندم، واتصور جنبك واظهر مع الاستاذ احمد ومع حضرتك ده شرف لنا في برنامج، فده في شيء انا ليس لدي الخيار في ان انا ارفضه او اقبله، فطبيعة الحال ان انا لازم اقبله وبشدة يعني. شرف لنا. فانا شاكر جدا على الدعوة الكريمة، واتمنى من الله ان انا اكون محل افادة لحضراتكم. خلينا ندخل في اول سؤال كده مع حضرتك، وطبعا فكرة البرنامج وصلت لحضرتك من اول لقاء. كان بالنسبة لي اول حاجة مدى تأثير المهنة على المجتمع، دي انا حابب ان انا اوضحها للسادة المشاهدين من وجهة نظر حضرتك. طب انا بعد اذنك يعني فضل. عشان انا لازم اخش انكش بس فضل. بعد اذنك بس اتفضل. انا مش فاهم مستشار العدسات الطبيه يعني ايه، انا مش فاهمها دي، ممكن تشرحها لنا للعميل؟ بس هو ده لقب كان في بعض الزملاء هم اللي يعني قولوني هذا اللقب. هاي. وكان بالنسبه لي شرف، فانا برضو عملت زي حضرتك كده، ايه معنى مستشار؟ فمستشار اللي هو في امور عامه وفي امور خاصه. الامور العامه في اي مهنه في اي بيزنس هي معروفه لدى الجميع، وفي امور بتبقى متطلبه خبره معينه، علم معين، اطلاع معين، وبالتالي فهو بيبقى متخصص في جزئيه، مش عايز اقول انها مش معلومه لدى الجميع، هي معلومه، ولكن بيقدر يقول الرأي الصائب في هذه القضايا. ده بقى هي دي كلمة مستشار في التكنولوجي بتاع العدسات ولا في الـ في الـ في الماركتنج البيزنس، يعني الاستشار استشيرك في الكواليتي ولا استشيرك انا هعمل مصنع عدسات؟ انا تخصصي الدائم واللي انا بفتخر فيه دايما ان انا متخصص في العدسات الطبية، صناعة العدسات الطبية، الكواليتي، النو هاو، ايه الجديد، ازاي يتعمل ميجرمنت، ايه الصالح للعميل ده، ايه الافضل للعميل ده، ايه اللي بيفيد البيزنس بصوره افضل. فهو ده اللي انا ركزت فيه على مدار حوالي 40 سنه اللي فاتوا. 40 سنه ايه يا بيه، ده انت اصلا كلهم 35 سنه عندك. انا اصغر واحد معانا، عجوز شويه يعني، عجوز شويه. ربنا يديك الصحه يا رب. اتفضل استاذ احمد. استاذ سامي، بالنسبه للتطوير في العدسات اللي هي الطبيه، نعم، لحد مدى وصل في مصر هنا عندنا التطوير، ووصل للمواطن المصري الخدمه، فهل لحد الان وصلت الخدمه بشكل 100% ولا بصوره اقل شويه؟ هو الجميل في الامر اللي انا اهتميت بمجال صناعة البصر العدسات على وجه التحديد، لأن هي فيها تكنولوجيا دائمة، فيها تطوير دائم، على عكس بعض الصناعات المرتبطة بأعمال البصريات التطور فيها بيبقى فاشون أكتر، زي الفريمز زي السان جلاس، إنما العدسات هي بتبقى مرتبطة بأبحاث علمية وأبحاث تطويرية وما شابه ذلك. فأنا حبيت أركز في الجزئية دي. العلم ملوش حدود، التطوير ملوش حدود، ملوش وطن، ملوش مكان معين ان هو ينشأ فيه ولا يرتقي او ينتقل لمكان اخر، فبالتالي هو بيجوب العالم زي ابن بطوطه مثلا. ففي شركات عالميه بتطور ومؤسسات علميه وجامعات علميه في مدن كتيره جدا في العالم، هم اللي بيبقوا واخدين على عاتقهم تطوير ابحاث العدسات الطبيه بما يتناسب برؤية العميل، بما لا يضر. انت عارف طبعا في موضوع التشتت والكلام ده اللي هو في العدسات ملوش حدود، بينتقل لمصر، حجمه قد ايه في مصر دي قضية اخرى، انما هو بينتقل لمصر، موجود في مصر، ديفنت موجود، يعني مفيش اي شيء يعوق هذا العلم. يعني احنا طيب في قضية بالنسبة، يعني احنا كان لمسين الموضوع ان الشركات الانترناشونال كلها موجوده في مصر، مظبوط، تقريبا كلها موجوده في مصر، نعم، واهتمينا داخليا ان انا اروح اسمع محاضره للاستاذ سامي واتعلم منه وتعلمنا،
وتركنا وعي المواطن، يعني الوعي، يعني افهم العميل الاند يوزر النهائي بالشركات دي، الوعي ده، بحيث ان احنا بدانا في لما مثلا اشوف كومنت في صفحه ولا الاقي يعني على رايي ما بيقول كميه هبد كده غير طبيعيه يعني كده هو. فهل ده تقصير ولا هل ده السوشيال ميديا او الدعايه والاعلام تقدر تحل المشكله دي؟ وصول الماتيريال نفسه، وصول الكواليتي، تقدر تحل المشكله دي ان احنا نوصل. انا ما اجي اشتري موبايل بعرف بقى ده كام رام وكام مش عارف ايه، وانا اجي اشتري شقه دي كام متر ومساحتها ودوره ووجهه وبحري، اما اجي اشتري نظاره انا لازم اسال واحد صاحبي وما تجيك معايا، يعني انا عايز افهمه، عايزه هو رايح يبقى فاهم. ينفع نوصل للمرحله دي؟ هو تسمح لي ان انا اخد في شرح هذه المساله باستفاضه شويه. اتفضل. العلم موجود، واللي عايز يستخدم العلم موجود كمستهلك، ولكن ما بين هذا وذاك في حلقه اتصال. حلقه اتصال دي لما بتبقى قويه تاكد ان العلم بنسبه 100% هينتقل للمستهلك بنسبه 100%. لو حلقه الاتصال دي فيها في شيء من الفقد هيحصل فقد، هتوصل المعلومه مش هنقول مغلوطه على الاطلاق، ولكن مش هتبقى مستوفاه لجميع جوانبها. القضيه كلها تتلخص، ده تفسير لكلام حضرتك، ان الناس القائمين على هذه المهنه زي اي مهنه، في اللي هو بيبحث في هذه المهنه باستفاضه، وفي اللي مش مهتم، وانا اعتبرهم قلائل في مجال البصريات. ففي ناس بتوصل المعلومه جيده، بيقول للعميل ايه البنفيت او ايه الفوائد بتاعه العدسه اللي هتوصل له، وبالتالي العميل بيقتنع. ولكن في امور بنصطدم بيها هنا في المجتمع المصري، اللي هي الفئه السعريه. الفئه السعريه لها دخل. على سبيل المثال عندك اي منتج، المنتج ده مستوفي لجميع الشروط البيئيه والصحيه وما شابه ذلك. طيب استاذ حسام، بس معلش نستقبل اول اتصال تليفوني البرنامج. استاذ محمد من القاهره، الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ محمد. انا اسف فندم الازعاج، واهل منورين جميع الموجودين. منور حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. انا كنت راجل سواق، انا اسف ان انا بزعج حضراتكم يعني. اتفضل معاك. انا كنت راجل سواق، والرخصه بالنسبه لي رخصه خاصه. تمام. العين الشمال طلب مني ان انا اخلي عيني 6/9. للاسف ما لقيتش ان نظاره للموضوع دوت، وطلب مني الدكتور بتاع احمد ماهر قرنيه. فانا راجل على الله، انا اسف ان انا بقول حاجه زي كده على البرنامج، وعايز افهم ممكن حاجه زي ديت في عجزه تعمل لي بدل ما اعمل عمليه والكلام ده. حضرتك متابع، مع الدكتور؟ ممكن ما تبقاش موجوده في مصر. ايوه والله اعلم يعني. تمام. حاضر، هنجاوب على سؤالك حاضر، وان شاء الله هنستفيد من الموضوع دوت. استاذ سامي تقدر تجاوبنا على السؤال دوت، بحيث ان هو كلنا بنحلم ان احنا ب6/6. يعني كلنا بنحلم كده. نعم. وانا بحلم ب80 كيلو. كلنا هذا الرجل. فهل يعيبني ان انا ما بقاش يعني ولا ايه؟ يعني عايزين نشرحوا له ان هو يعني ما عندوش عيب، ولكن يقدر يحلزها بعد اذنك. هو انا طبعا شاكر للاستاذ الفاضل في سؤاله. انا بس حابب اقول احنا كلنا على باب الله. يعني أيوة. حضرتك كلنا على باب الله. فعلا. على باب الله. عشان ننجح في اي شيء في عملنا لازم ندي اهل التخصص حقهم، ولا نتجاوز تخصصنا. احنا تخصصنا تنفيذ ما دونه الطبيب من معلومات في الكشف بتاع العين، واحنا مهمتنا ان احنا ننصح العميل بنوع العدسه دي تتناسب معاك، لا تتناسب معاك، وما شابه ذلك. فهو الافضل ان احنا نرجع للطبيب، طبيب اوفثالمولوجيست اللي هو طبيب عيون، يكون متخصص في قرنيه او شبكيه او او او
هو الشيء، هو الشخص الوحيد القادر لتشخيص الحاله طبعا بمساعده اجهزه هو بيستعين بها اثناء الفحص، وفي النهايه بيشوف بقى هل ده اجراء جراحي، هل يعمل زرع لاي شيء، هل هيبقى عدسات لاصقه، هل هيبقى نظاره. فانا ليس عندي الاستطاعه ان انا اتجاوز حسب رؤيه الطبيب اللي هو اللي متابع حدود مهنتي في تنفيذ ما دونه الطبيب. هو الاجابه على سؤال الاخ محمد يعني ان عشان تاخد اجابه واعيه وشافيه لازم يبقى متخصص، ولازم تحت ايده اشعه، ولازم تحت ايده فحوصات عشان اقدر اقول لك بالظبط كده اهوت الموضوع. ممكن تستنانا في حلقات جايه ان شاء الله كده اهوت، هيبقى معانا اطباء ويشرح لك الدنيا، وممكن تروح العياده معانا. معانا مكالمه ثانيه برضه. السيد استاذ محمد من اسكندريه، الو. الو استاذ محمد، معك احمد عثمان من اسكندريه. استاذ احمد، ايوه اتفضل يا استاذ. انا بحيي الاستاذ سيد على البرنامج الجميل ده، هو اكيد عارفني. ربنا يخليك استاذ احمد، طبعا مشرفنا، ربنا يبارك فيك. حبيبي 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 السيد، الله يخليك. الله يخليك الله يخليك الله يخليك، وبهنيك على البرنامج الجميل دوت، وحاجه حلوه فعلا الصراحه. يعني ان شاء الله يكون برنامج مفيد كده. هو بتتكلم عن المطبخ، بتتكلم عن البشره. ايوه تمام، ان شاء الله يكون برنامج مفيد كده. استاذ احمد حابب تسال طيب استاذ سيد في حاجه؟ استاذ احمد معانا. عندي استفسار بالنسبه للنظر. انا عندي نظر ضعيف برضو. أيوه. وبقالي فتره ما عملتش نظاره. ايوه، وفي السواقه بالليل ما بقتش اشوف كويس. أيوه. ايه المفروض اعمله في الوقت الحالي ده؟ زبونه جالي كده اهوت ما شاء الله واسكندريه ومع بعض كده اهوت. لا حضرتك هتيجي الاول هتعمل كشف فحص طبعا، لان انت بقالك فتره طويله، هتعمل فحص عشان يديلك ادق الدرجات، وانا هسيب رقمي وعنوان محلي وبعد كده تيجي لي وتشرفني ونعمل لك النظاره، ده عنينا عشانك يعني، تحت امرك كبير. شرفتنا باتصالك يا صاحبي. استاذ سامي، كنا بنقول السوق في مصر هنا القيمه نفسها بتفرق شويه، القيمه السعريه. تمام، نعم، انا فاكر الكلام على فكره. اوكي. هو الـ مش عايز اقول، لان هو ده شيء طبيعي في اي سوق في العالم، بيبقى في فئه سعريه. الفئه السعريه نتيجه اشياء معينه واضافات معينه للعدسه، ولكن لا ينقص من الجوده البصريه. ايوه، يعني على سبيل المثال يو في بروتكشن لغايه كام؟ 400 420 480 380، فدي اضافات في الماتيريال نفسه او في خامه العدسه بتؤهلها انها تمنع التعرض او الاشعه الضاره او التاثير الضار من الاشعه فوق البنفسجيه. طبقه الانترفليكشن في منها كذا نوع، فده بيؤثر على الفئه السعريه. العدسات، هل هي من العدسات اللي هي لو في مريض عنده مايوبيك اللي هو قصر نظر شديد، بنضطر نستخدم له حاجه اسمها هاي اندكس. الهاي اندكس ده ماتيريال غالي بينتج في بلاد معينه من شركات معينه، فده بيؤثر على الفئه السعريه. انا في اعتقادي وايماني الشديد لو اخصائي البصريات وهو ملم بهذه المعلومات يوصل المعلومة للعميل بهدوء، وإيه الفوائد اللي هتعود على صاحب النظارة أو صاحب الكشف، أنا واثق إن موضوع الفئة السعرية لن تلعب أي دور. دائما وأبدا إن العميل بيصبو وبينظر للأفضل. يعني واحد لو ماينس 10 ناقص 10 مايوبيك، هاي مايوبيك، لو انا عملت له عدسات عاديه هيبقى العدسات سميكه جدا. بالظبط. فانا لو عرضت عليه ايه الفايده اللي هتعود عليه، ان العدسه هتبقى انحف، الشكل الجمالي افضل، عندي الخبره ان انا اختار له الفريم المتوافق او الذي يناسب هذا الفحص، تاكد ان العميل مش هيرفض. طيب، اي عميل في الدنيا محتاج الشيء الجميل الشيء الكويس اللي يديله فرصه. ده يبعت لنا رساله ان انا هتعامل مع مين يعمل ينفذ لي النظاره. لان انا فعلا لو انا امين واخصائي امين على مهنتي، ف
فهاصر، مش انا مش هفتكرك عميل ما لازم ابيع لك، فانا هاصر ان انا اديك المعلومه الصحيحه اللي تناسبك بالظبط. انما لو انا اتعاملت مع واحد هو عايز يكسب وخلاص، فاكيد مش هيدي لك المعلومه الصحيحه وهيبيع لك خلاص. مش هنشتغل، مش مجرد بيع، تصنيف المهنه. طب تصنيف المهنه من وجهه نظر حضرتك اي مهنه في الدنيا او اي بيزنس في الدنيا، في ناس يقول لك انا صاحب مهنه. يعني ايه صاحب مهنه؟ يعني جده، والده، هو ابنه بيمتهنوا نفس المهنه، بيمتهنوها نتيجه خبره ونتيجه دراسه، ودي معظمه في يعني موجوده في معظم الناس اللي هم شغالين في مجال البصريات. وفي ناس مش اصحاب مهنه ولكن هم اصحاب اعمال، وده لا يعيبهم، بالعكس. انا النهارده اخصائي بصريات وليس لدي المقدره ان انا افتح محل. طيب هعمل ايه؟ هقعد في البيت؟ في راجل مستثمر، وما اكثرهم على فكره، واحنا كلنا عارفين في ناس كتير مش اطباء ممكن، فهو بيستعين باصحاب المهنه لاداره هذه الاعمال. هو المحك مش صاحب المهنه او مش صاحب المهنه، المحك ان يبقى في سوسايتي او مجتمع، المجتمع ده بيتعاون كله مع بعضه باختلاف توجهاتهم، ولكن هي بتصب في الاخر في صالح المهنه. اعتقد هو ده الشيء اللي احنا ينقصنا في الوقت الحالي. أيوة. انما الناس، انا من وجهه نظري انا بشوف ناس والله، يعني انا بقول انا لو رجعت بالزمن، انا خريج دفعه 82، انا لما اتخرجت سنه 82 ما كانش فيه التوسع والمعلومات اللي موجوده في الوقت الحالي، فانا ما كنتش لاقي حظي. في ناس النهارده اتخرجت السنه اللي فاتت والسنه دي عندهم معلومات افضل من يوم ما انا اتخرجت سنه 82، لان المجال بقى اوسع، الدنيا بقت افضل، طرق الاتصال والكوميونيكيشن بقت اوسع بكتير، فده شيء جيد يعني. طيب خلينا بعد اذن الحاج سيد بس نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. رجعنا لكم تاني مع اللقاء الممتع والشيق مع مستر سامي، اللي انا سعيد جدا بوجوده معايا، وهنرجع له بسؤال بقى في تخصصه برضو، التدريب الفني. هل احنا ينقصنا التدريب الفني في مصر؟ احنا نتعلم، ناخد شهادة، وبعد ما ناخد شهادة بفتكر ان انا بقيت بروفيشنال. التدريب الفني في على ارضنا في مصر ينقصه ايه، وايه اللي تعمله؟ خلينا ناخد الاجابه من استاذ سامي بعد التليفون. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. معك احمد طيبه من السويف. اهلا وسهلا بصريات احمد طيبه. يا اهلا وسهلا بيك استاذ احمد. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك. طبعا احنا بنبارك لكم الاول على البرنامج الجميل ده. الله يبارك فيك. وبنبارك لاساتذتنا سامي بيك منصور وفاكهه البصريين طبعا الحاج سيد عبد اللطيف. ربنا يعزك يا احمد، ربنا يكرمك. الله يخليك، منورنا وشرفنا. والله انتوا يعني بسطتونا بالبرنامج ده. ربنا يعزك ان شاء الله، محتاجين دعمكم يعني ومتعبتكم يعني كده ان شاء الله. احنا نفسنا ناخد معلومات من البرنامج. لا هيجي المعلومات وكل حاجه. ايوه انا لما اتفرج على برنامج فيه القامات البصريه دي لازم اطلع منه بمعلومه. طبعا اكيد احنا جايين. اكيد طبعا. اكيد، وعايزين دعم لان فكره جديده ومصرين فيها ومستمرين بوجودك ومداخلاتك، وده دعم لينا وللبصريين كلها على اساس ننجح المسيره بتاعتنا والبرنامج بتاعتنا. ومتشكرين. هو البرنامج ما شاء الله نجح من اول يوم. الله يخليك. طبعا الله يخليك. والاساتذه الكبار اللي موجودين هينجحوا اكتر. ربنا. واحنا محتاجين برضه كاخصائيين بصريات ان احنا نعرف حاجات ونعرف معلومات من البرنامج، ونقدر نعرف الناس افكار جديده وازاي يختاروا النظاره الطبيه بتاعتهم مثلا، ازاي يختاروا العدسات. فطبعا انا ببارك للبرنامج وببارك لحضراتكم، ونتمنى كده ان احنا ايه في استمرار يعني، وان البرنامج يحوز على اعجاب المشاهدين. شكرا على المداخله يا احمد، ربنا يبارك فيك يا رب كده، ونكون عند حسن ظنك يا رب. استاذ سامي في نفس السؤال،
خليني انا كاخصائي بصريات بحتاج فعلا تطوير من الشركات، بحتاج يبقى عندي ابديت بالنسبه للمعلومات اول باول عشان اقدر ان انا اوصل خدمه بصوره صح، بصوره مظبوطه، اعرف التطوير اللي بينزل في الشركات، ايه الحاجات الجديده اللي بتنزل. فده مهم للاخصائي او الرجل الفني اللي بيعرض المنتج قبل ما هو يعرض الحاجه عشان ما تتعرضش بصوره خطا او ما تتعرضش يبقى في اختلاف في الاراء، زي ما قال الاستاذ في التليفون دلوقتي ان احنا كناس متخصصه محتاجين فعلا تطوير. هو السؤال بتاع حضرتك هو مطابق تماما، بس هي يعني وجهين لعمله واحده طبعا. لنفس السؤال اللي طرحه الاستاذ سيد، هو بس تسمح لي ان انا اقول لك يعني اجابه بسيطه جدا عشان توصل لك راي في هذا الموضوع. وزاره التربيه والتعليم عندها مناهج وفي طلبه، المناهج لازم يبقى موحده على مستوى الدوله، وما يجيش مثلا في المنهج في نظريه علميه يجي واحد يختلف عن هذه النظريه العلميه. لازم النظريه العلميه اللي اثبتت عن طريق علماء على مدار فتره طويله من الزمن بتوضع في كتاب، وياتي مدرس هو اللي بيوصلها للطالب. فاذا الطالب بيبقى محتاج يروح المدرسه والمنهج العلمي مفيش عليه اي اختلاف، وفي المدرس، كل ما في الامر احنا عايزين نعرف التلميذ بالاستاذ والوزاره اللي هي مترخصه في مجتمع بصري او جمعيات بصريات او الشعب العامه الغرفه التجاريه تحت رعايه وزاره الصحه تحت رعايه مركز القومي للبحوث، يوضعوا ادوات تدريبيه معينه متفق عليها. خلي بالك اي شركه من الشركات المتعارف عليها اللي هي الانترناشونال هم الموديولة بتاعتهم واحدة، يعني هو ما بيقولش الماينس 5 هنا احسن من الماينس 5 هنا، البلس 3 هنا افضل من البلس 3 هنا، فكرة واحدة في الأمور، هي اختلافات بسيطة ولكن الفكرة كلها واحدة لانها كلها اثباتات علمية، مش احنا اللي ايه عاملينها، ده ربنا سبحانه وتعالى اوجدها لنا في الطبيعة. احنا كل ما في الامر عايزين شيء من التنظيم ما بين التلميذ، طبعا مش بقول تلميذ ان هو يعني ما بين الذي يبحث عن المعلومه الذي يبحث عن العلم عن التطوير، وبين المنهج اللي بيوصل بينهم هو المدرس. المدرس موجود، المنهج موجود، التلميذ موجود، كل ما في الامر ان احنا عايزين نعمل الفصل الدراسي. نشترك مع بعض، نتعاون مع بعض لايجاد هذا الفصل الدراسي اللي في الاخر اكيد بما لا يدع مجال للشك هيوجد تطوير في طريقة التفكير، طريقة البيع، الفوائد اللي هتعود على المستهلك، احنا هنبقى ساتسفاي. المعارض يعني كمان بتفرق. نعم، المعارض كمان بتفرق. المعارض طبعا ليها تأثير بتفرق. كبير جدا. المعارض بتشمل جميع التخصصات اللي هي في مجال البصريات، من أجهزة لنظارات لعدسات أجهزة مساعدة. لا طبعا مفيش شك. طيب احنا قدامنا 3 دقايق بالظبط، ففكرنا فكرة كده انا واستاذ سيد. 3 دقايق ونخلص ان شاء الله. ايه ده الوقت عدى ايه ده؟ لا فكرنا في فكره كده مع الضيف بتاعنا اللي احنا فكره اسمها ماذا لو. ماذا لو؟ تمام. بس لو دي شكلها ايه؟ لا جميله، ما فيهاش اي مشكله. احنا هنحط حضرتك في منصب لمده 30 ثانيه. انا المنصب اللي انا فيه ان انا قاعد مع هناخد ده في حد ذاته منصب حضرتك خلال ال 30 ثانيه ديت. واول تعيين هيبقى ايه؟ وزير التربية والتعليم. وزير التربية والتعليم؟ ايوه يا فندم. انا لا استحق هذا الشرف. لا ده انت تستحقه يعني ان شاء الله. ايه المطلوب؟ طيب استاذة مريم من القاهرة. الو؟ 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 ايوه محاضرة مريم من القاهرة. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكم وبهنيكم على البرنامج جدا، فكرته كويسة قوي وجميلة ومفيدة. الله يخليك. بس كنت عايزة اسأل الضيف على حاجة لو سمحت. اتفضلي. استاذ ثاني بعد اذن حضرتك، انا بس كنت عايزه استفيد من خبره حضرتك ازاي نقدر نتعامل مع الاطفال في ظل الحجر الصحي طبعا اللي احنا فيه دلوقتي، وما فيش خروج، ما فيش تعرض لشمس بصفه مستمره وبصفه منتظمه، جو طبيعي طبعا بصفه منتظمه وبصفه مستمره، ازاي احنا ككبار نقدر نتعامل مع الموضوع، وازاي كاطفال نقدر نحافظ عليهم
ونقدر نفيدهم بالحجر الكشفي. طريقة التعامل مع الطفل عموما بالنسبة للعين مظبوط كده؟ ايوه تمام تحت امرك، شرفتنا باتصالك. شكرا استاذ مريم. طيب سريعا بس ناخد الاجابه بسرعه عشان نرجع، لان ما فيش الاجابه على سؤال الاستاذه مريم. الاجابه انا بصراحه ما استوعبتش السؤال جدا، يعني هي بتتكلم يعني بتتكلم من حس التعامل مع الطفل، ازاي اقدر ان انا احافظ على النظر بتاعه. أوكي. او امتى احس ان هو في مشكله بالنسبه للنظر عنده؟ ارجع تاني اقول انا لست متخصص تمام في هذا المجال. ان انا اخد دور مش دوري، ده بيبقى دور الطبيب، ولكن انا كأب وعندي اطفال باخد الوقايه. باخد الوقايه اول حاجه، التعرض للشمس ده مهم جدا. تاني حاجه الرؤيه في 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 مجالات واسعه. يعني تلاحظ ان الانسان لما بيروح ينظر للبحر او للنيل او اماكن مفتوحه بيحس ببهجه في رؤياه في نظره، لان هو بياخد سبيس متسعه جدا. أيوة. غير لما احنا في منازلنا بتبقى السبيس كلها محدوده. الطفل لما بيجي يبص للتلفزيون بيعمل كده، بيعمل كونسنتريشن عالي جدا. ده معناه ان هو في عنده مشكله، فبيضطر يستخدم عضلات اللي هي بتتحكم في الكريستال لينز جوه العين علشان يشوف كويس، عشان يعمل اكوموديشن تكيف، وخصوصا قدام التي في او قدام اذا كان معاه تليفون او تابلت. طيب سريعا، يبقى في ظواهر بسيطه ممكن ان احنا نعرف ايه مشاكله فيها. طيب سريعا زي ما قلنا وزير التربيه والتعليم. سريعا وزير التربيه والتعليم، انا عايز اختمها. اوحد المناهج، افتح المدارس، اهتم بالطلبه، ادي دعم قوي جدا للاساتذه. هدفي اخلق جيل متفتح علميا ويطبق ما تعلمه. المذيع الاول لبرنامج 6 على 6 قرارات. قرارات سريع. انت على فكره سريع ما ذكرناهاش دي. ما ذكرتهاش انا قبل البرنامج. مذيع 6 على 6 قلبي مفتوح للجميع، كلمه صغيره. الله جميله، شرفتنا يا استاذ سامي. اشكرك. سعيد وانا اشكرك. انا دايما بتشرف بحضرتك. ليه عظيم الشرف. انا بس بعد اذنك عايز اوجه رساله شكر للاستاذ سامي. استاذ سامي اصر ان هو عنده بيزنس ومنتج، وقلنا له لازم نعرض الكلام دوت، فقال لا انا خليني ضيف عندكم، اقدم معنى ان انا اعمل سبورت لكم واعمل دعم لكم، وان شاء الله الحلقات الجايه اقول اللي انا نفسي فيه واقول لكم كل حاجه. وبشكره جدا على اللقطه ديت، وعايز المجتمع المصري يتعلم منها. احنا اصلا رساله، مش جايين هنا ونقعد وسايبين بيوتنا وجايين مشاوير عشان نطلعوا فرحانين. احنا واجهة بنطفو بالمجتمع ده فوق الوش، فلو سبتونا هنغرق. فايدكم بايدينا زي ما مستر سامي عامل كده هوت، على اساس تبقوا حاجه تمثلكم وتمثل ويستمر البرنامج بيكم وتفاعلكم. بنشكر حضراتكم في اول لقاء لينا. شكرا. وان شاء الله في تقدم مستمر بيكم. وبشكر حضراتكم وبشكر شكرا احمد. شكرا. وبشكر شكرا استاذ سامي. شكرا. والحلقه القادمه ان شاء الله في الافضل دايما. الحلقه خلصت هوا يعني ان شاء الله. شكرا.